هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء اشواطنا متواصله شوطا تلو شوط، نصل بكم الى شوطنا الخامس عشر الخاص بفيه الجعدان المحليات الاصايل هجن الدار والاستقرار بنوك الانتاج بالمستقبل. نسير بكم مباشره نحو المقدمه والبدايه الاولى حيث التواجد مع الحذر لعبد الواحد بالخزع بالعثه بالهركي العامري من يتقدم على المقدمه الاولى، بينما هنالك قادم حبيت لسهيل بن محمد بن ذويب العامري المتقدم في هذه اللحظات، بينما الوصول والدخول من مسامح لغدير بن سعيد بن غدير الاكتبي من يتقدم نحو المقدمه والبدايه الاولى، بينما المركز الرابع القدوم في هذه اللحظات من ملفت لسعيد بن حمد بن حريز الحرسوسي من يصل في خامس المراكز في رابع المراكز. المركز الخامس قادم المحيط لمبارك بن حمدان بالكيله العامري، بينما نقلتنا الى المركز السادس حيث الوصول في هذه اللحظات من قبل الشجاع لسالم بن هاشم بن عبد الله الشامسي من يصل في هذه اللحظات، بينما المركز السابع القادم في هذه اللحظات هذا هو مسيان سويدان بن سعيد بن حضيرم الاكتبي من يتقدم في هذه اللحظات وفي هذه الاندفاع الكبير والممتازة، بينما المركز الثامن القادم في هذه اللحظات هنالك هجام لعبد الله بن جبر بن عبد الله الهاجري من يصل في هذه اللحظات، بينما المركز التاسع القادم في هذه اللحظات هنالك ملفت لمبارك بن محمد بن نصرة العامري، والمركز العاشر هنالك مغذي عبد الله بن حمد بن حبتور العامري من يصل في عاشر المراكز. هكذا هي النتيجة للعشر المراكز الأولى، للعشر المراكز المندفعة في صدارة هذا الشوط وفي هذا الاندفاع الجميل والممتاز. عودة إلى المقدمة إلى الصدارة والبداية الأولى. المقدمة عودة إلى الصدارة إلى البداية الأولى إلى مقدمة هذا الشوط. هذا هو الشعار الكبير غدير بن سعيد بن غدير الاكتبي الذي يقدم لنا مسامح بهذا الأداء الكبير، بينما المركز الثاني القادم الحذر لعبد الله عبد الواحد بن خزع بالعثة بالهركي العامري من يتقدم بالمستوى الثاني، بينما المركز الثالث الوصول في هذه اللحظات من قبل حفيد لسهيل بن محمد بن ذويب العامري من يصل في ثالث المراكز. المركز الرابع القادم في هذه اللحظات هنالك الغادم الشياع سالم بن هاشم بن عبد الله الشامسي، والمركز الخامس القادم الان هنالك هجام عبد الله بن جبر بن عبد الله الهاجري من يصل على المستوى الخامس،
الخامس. هكذا هي النتيجة للخمس المراكز الأولى للخمس المراكز المندفعة في صدارة هذا الشوط. عودة إلى البداية إلى المقدمة الأولى مسامح مسامح اللي على البداية اللي على المقدمة الأولى. اغدير بن سعيد بن اغدير الاكتبي من يقدم لنا مسامح على مقدمة هذا الشوط. بينما القادم هنالك حفيت سهيل بن محمد بن ذويب العمر يا سلام 1200 1200 يا مضمرين يا عمالقة يا فطاحلة ما تبقى عن خط النهاية. روح يلي بالفوز روح يلي بالانتصار مسامح مسامح اللي على المقدمة اللي على البداية الأولى بقيادة غدير بن سعيد بن غدير الاكتبي من يقدم لنا مسامح. المركز الثاني وصل إلى نحفيت سهيل بن محمد بن ذويب العامري. والمركز الثالث وصل إلى الحذر عبد الواحد بالخزع بالعثة بالهركي العامري. من القادم من المتسلل هنالك هجام عبد الله بن جبر بن عبد الله الهاجري. يا سلام بدأت تصدر الأوامر من قبل المشاركين من قبل المتابعين لمجريات هذا الشوط. عودة إلى المقدمة الحذر الحذر الذي غير إلى المقدمة الذي غير إلى البداية الأولى عبد الواحد بالخزع بالعثة بالهركي العامري. والقادم هنالك هجام عبد الله بن جابر بن عبد الله الهاجري. يا سلام الله 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 الحذر 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 وهجام هجام والحذر. الناموس وين الناموس حاير الناموس طاير ما بين هذه الاسماء. ارصد اللي واصل اللي تحرك هذا هو الشجاع سالم بن هاشم بن عبد الله الشامسي. يا الله 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 لكن الحذر اللي على البدايه اللي على المقدمه اللي راح الحذر عبد الواحد بالخزع بالعثة بالهركي العامري من حظى بناموس هذا الشوط. تهانينا تهانينا والناموس لمالك الحذر عبد الواحد بالخزع بالعثة بالهركي العامري. بينما المركز الثاني وصل هنالك هجام عبد الله بن جبر بن عبد الله الهاجري. المركز الثالث وصل هنالك شجاع لسالم بن هاشم بن عبد الله الشامسي. هكذا هي هكذا هي النتيجة للثلاث المراكز الأولى. وعودة إلى التوقيت الزمني 7:37 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس إلى جميع الفائزين.